أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي آسيا الذي نتابع فيه بالتحليل والتعليق أبرز القضايا في القارة الآسيوية. في حلقة هذا الأسبوع نتجول بين عدد من عواصم القارة الآسيوية وأحداثها الساخنة بين السياسة والاقتصاد ومحادثات السلام وغير ذلك من القضايا. أفغانستان، اليابان، الصين، كوريا الشمالية بالإضافة إلى الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وهو موضوعنا الرئيسي في حلقة اليوم. نبدأ أخبارنا بعد الفاصل. بداية جولتنا الإخبارية من تايلاند حيث تبحث مفوضية الانتخابات مدى الموافقة على الترشح المفاجئ لشقيقة العاهل التايلاندي التي أعلنت نيتها الترشح لمنصب رئيس الوزراء في تايلاند. وتنظر المفوضية أيضا في شكوى تدعو لحظر حزب تايراكسا تشارت الشعبوي الذي فاجأ البلاد بترشيح شقيقة الملك. وترى ترشح الأميرة لرئاسة الوزراء حفيظة ملك البلاد معتبرا دخول أفراد الأسرة المالكة حلبة السياسة أمرا غير ملائم وغير دستوري. معنا مجموعة من الأخبار التي تسلط الضوء على أبرز التطورات في مشكلة كوريا الشمالية والمفاوضات والقمة المرتقبة بين الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي في هانوي. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القمة الثانية بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سوف تعقد في العاصمة الفيتنامية هانوي يومي 27 و28 من هذا الشهر. كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية قد عقد محادثات على مدى 3 أيام في بيونغ يانغ للتحضير لاجتماع القمة. وتناولت المحادثات تعزيز التزامات قمة سنغافورة بنزع السلاح النووي بشكل كامل وتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية فضلا عن إحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية المنقسمة. وفي تطور آخر، توقع خبراء في كوريا الشمالية أن تنجح المفاوضات بين البلدين في حالة استجابة كوريا الشمالية وموافقتها على تقديم تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي النووي. ويعد هذا اللقاء المرتقب هو الثاني من نوعه بين الرئيسين الأمريكي ترامب والكوري الشمالي كيم جونغ أون بعد اللقاء الأول الذي اتفق على خطوات إيجابية من أجل الدفع بالاتفاق فيما يتعلق ببرنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي. أما اليابان من جهتها فقد حثت على التطبيق العاجل لجهود النزع الكامل للأسلحة النووية في كوريا الشمالية، وأعربت عن الأمل في التعاون بهذا الشأن مع الولايات المتحدة الأمريكية في تنسيق سياساتها وجهودها تجاه بيونغ يانغ. وجاءت تصريحات اليابان بعد الإعلان عن عقد القمة الثانية بين الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي بحلول نهاية الشهر. وفي يونيو الماضي أثناء القمة الأولى تعهد الرئيسان الكوري الشمالي والأمريكي بالنزع الشامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكن القمة لم تسفر عن أي خطوات ملموسة لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي. من جهته دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الجيش إلى المساهمة في التنمية في البلاد، وأشار إلى أن الجيش لديه نصيب كبير في تنفيذ الاستراتيجية الخمسية للتنمية في كوريا الشمالية. وجاء ذلك خلال زيارة كيم جونغ أون لوزارة الدفاع لإحياء ذكرى تأسيس القوات المسلحة في كوريا الشمالية، حيث حث الجيش على أن يقوم بدور فعال في إحداث طفرة كبيرة في الاقتصاد القومي. أظهرت استطلاعات أمريكية بالأقمار الصناعية أن إيران تستعد لإطلاق قمر صناعي جديد رغم الانتقادات الأمريكية لطهران بأنها تستخدم تكنولوجيا الاتصالات في تكنولوجيا وتجاربها الصاروخية والنووية. وأوضحت الصور التي تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية وجود صاروخ بمركز الإمام الخميني
يحمل أكبر قمر صناعي يستعد للانطلاق من إيران. ولم تعلن وسائل الإعلام الإيرانية أي معلومات عن عملية الإطلاق بعكس المرات السابقة، إلا أن طهران كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق قمر صناعي تحت اسم دوستي أو قمر الصداقة الاصطناعي. استأنفت حركة طالبان المحادثات غير المسبوقة مع سياسيين أفغان ذوي نفوذ في موسكو لليوم الثاني على التوالي، وفي إطار سعيها لتولي دور قيادي في تجاهل تام للحكومة الأفغانية. ولم تتم دعوة أي مسؤول في الحكومة الأفغانية إلى المحادثات رغم عروض الرئيس الأفغاني أشرف غني إجراء محادثات سلام مع طالبان وتجاهل مسؤول الحركة المسلحة الرئيس غني، وجلسوا مع خصومهم الرئيسيين في اجتماع استثنائي. ومن جهته اعتبر غني أن الاجتماع في روسيا لا يعد كونه مجرد وهم، وأن المجتمعين في موسكو ليس لهم أي سلطات تنفيذية. قتل رئيس اللجنة العسكرية لحركة طالبان وسبعة مسلحين آخرين إثر عملية عسكرية شنتها القوات الأفغانية في إقليم غزني شرقي أفغانستان. وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية أنه تم شن العملية في مقاطعة قاراباغ بالإقليم، إلا أنه لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد، في حين لم يرد أي تعليق من جانب حركة طالبان على هذه العملية العسكرية. نتحول إلى موضوع حوارنا الرئيسي في حلقة هذا الأسبوع من آسيا، وهو الخلافات التجارية التي تعصف بالعلاقات بين واشنطن وبكين. استأنف الأمريكيون والصينيون مفاوضاتهم التجارية قبل أقل من 3 أسابيع على نهاية الهدنة التي تستمر 90 يوما، وكان قد اتفق عليها كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ خلال اجتماع مجموعة الـ20 قبل شهرين تقريبا. واتفق الزعيمان على وقف إطلاق النار التجاري بين البلدين في محاولة للتوصل إلى اتفاق لإصلاح الخلل في الميزان التجاري بينهما، والذي يميل بدرجة كبيرة لصالح الصين. الوفد الصيني والوفد الأمريكي يضمان العديد من الصقور ومن الحمائم، كما يقول المراقبون التجاريون والاقتصاديون في العالم. ترى إلى أين يذهب هذا اللقاء؟ هل سيكون كسابقه وتشتد الحرب التجارية بين البلدين، أم ماذا ستكون النتائج؟ سنتابع تحليل هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو، ولكن بعد أن نشاهد معا هذا التقرير. استأنف الأمريكيون والصينيون مفاوضاتهما التجارية قبل أقل من 3 أسابيع من المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض عقوبات تجارية جديدة على الصين. وتأتي هذه المفاوضات بعد تلك التي جرت الشهر الماضي في واشنطن، وسمحت بلقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني. وبعدما عبروا عن بعض التفاؤل في ختام هذه الجولة الأولى من المفاوضات، أكدت إدارة ترامب الأسبوع الماضي أنه ما زال هناك الكثير من العمل قبل أن تتمكن القوتان الاقتصاديتان من تجاوز خلافاتهما. وذهب ترامب الذي كان قد أعلن عن اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مستقبل قريب، ذهب إلى حد التأكيد أنه لم يتقرر أي لقاء بين الرئيسين قبل موعد انتهاء مهلة الأول من مارس. وكان رئيسا البلدين حددا هذا الموعد للتوصل إلى تسوية تفاوضية خلال لقاء بينهما في الأرجنتين في ديسمبر الماضي. وفي جميع أنحاء العالم يدلي خبراء الاقتصاد منذ أشهر بتصريحات من أجل منع التأثير السلبي للتوتر الصيني الأمريكي، بينما يعيش اقتصاد العالم على المبادلات التجارية للسلع والخدمات. وكان البيت الأبيض واضحا بإعلانه أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من مارس، فسيتم رفع الرسوم الجمركية المفروضة على ما قيمته 200 مليار دولار من البضائع الصينية من 10 إلى 25%.
أهلا بكم. إذن هناك من يرى أن حرب الرسوم الجمركية قد بدأت بالفعل قبل موعدها بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ولكن من الناحية العملية الكل في انتظار نتائج اللقاء الذي سيتم بين المفاوضين الأمريكيين والصينيين، وربما يتطور إلى لقاء قمة بين زعيمي البلدين. ماذا في حالة نجاح الاتفاق أو المفاوضات، وماذا في حالة فشل المفاوضين في الاتفاق على إجراءات وخطوات معينة؟ ما هي التداعيات التي ستسفر عنها عملية المفاوضات إذا فشلت على الاقتصاد، ليس الإقليمي أو الأمريكي أو الصيني فحسب، بل على العالم كله اقتصادا وسياسة وصناعة؟ نحاول أن نطرح هذه الأسئلة ومزيدا من الأسئلة على ضيفنا في الاستوديو. نرحب به دكتور فؤاد محمد عيسى، الخبير الاقتصادي والوكيل الأول السابق لوزارة التجارة والصناعة. أهلا بك. أهلا وسهلا. إذن هل بالفعل الحرب التجارية قد بدأت كما يقول البعض، وأنه المفاوضات التي تجري قبل 3 أسابيع من نهاية مهلة 90 يوما ربما في أغلب الأحيان تؤدي إلى الإخفاق أو الفشل؟ شكرا. هذا صحيح. دعنا في البداية نفسر ما معنى الحرب التجارية، لأن كلمة الحرب بتنزل على أسماع الناس كأنها حرب، يعني حرب يعني معركة عسكرية. الحقيقة الحرب التجارية لها 3 حالات. الحالة الأولى هي فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات دولة من دولة أخرى. الحالة الثانية هي منع الواردات نهائيا، يعني تيجي أمريكا تقول مش تستورد من الصين نهائيا. الحالة الثالثة أن تقوم الدولة بإغراق السوق للدولة الثانية. يعني إغراق السوق، يعني السلعة تيجي تباع في مثلا في أمريكا بأكتر من سعرها اللي هو موجود في البلد اللي هي بتباع فيه، أو تباع بسعر أقل من تكلفتها. يعني إما تباع بسعر أقل من السعر اللي بتباع فيه في الدولة المنتجة للسلعة، أو تباع بأقل من تكلفتها. طب أين الرسوم الجمركية وأين مصاريف النقل والشحن والتأمين؟ يعني عشان أقول في حرب تجارية فعلية لازم رسوم جمركية باهظة، لازم يكون في منع واردات، ولازم يكون في إغراق. الموضوع ده لم يصل حتى هذه اللحظة من المفاوضات أو ما بين التجارة في التجارة البينية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، لم يصل إلى هذا الحد. موضوع التجارة، مناقشات التجارة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ليست الآن في فترة تولي الرئيس ترامب. ده قبل أوباما، وقبل قبل أوباما كان جورج بوش الابن وهكذا. فموضوع التجارة، يعني دور الخلاف كانت قديمة بس تصارع وظهر على السطح في فترة الرئاسة بتاعت ترامب. نحن نعرف أن رئيس ترامب يتخذ قرارات صادمة وقرارات جريئة وقرارات شجاعة باعتباره هو رجل أعمال وجاي من القطاع الخاص. طيب إيه أسباب هذه الحرب التجارية؟ نحن نعلم أن أرخص منتجات يتم إنتاج على مستوى العالم هي المنتج الصيني. فتكلفة إنتاج المنتج الصيني أقل، وبالتالي لم يتم تصديره بيكون بسعر أقل. أضف إلى ذلك أن قيمة العملة الصينية اليوان منخفضة جدا مقابل الدولار الأمريكي. ده منذ سنوات وأمريكا وحلفائها في الاتحاد الأوروبي يطلبون من الصين تخفيض قيمة العملة. حتى قيمة الواردات اللي بتأتي من الصين تكون غالية شوية عشان يحد، أو العكس تكون صادراتها فيها. طبعا فلما في فائض تجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 100 مليار دولار لصالح الصين، يعني يمثل عجز تجاري بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. تولى ترامب السلطة. من وقت ما تولى ترامب السلطة وهو بيحاول يتخذ قرارات سواء مع جيرانه المكسيك وكندا ودول الاتحاد الأوروبي أيضا على فكرة، زي ما موجود مع الصين على فكرة بيفرض رسوم جمركية على الأصدقاء قبل الأعداء. طبعا مش بس الصين يعني فيها. فترامب يعني فرض على كندا، على اليابان، على بعض الدول الأوروبية في وارداتها من واردات أمريكا من الاتحاد الأوروبي، رغم الاتحاد الأوروبي قالك وأنها بالمعاملة بالمثل. كويس. فالمهم اتفقوا على لجنة تعمل على تهدئة الوضع
أو الحرب التجارية ما تسمى بين الصين وبين الولايات المتحدة مدتها 3 أشهر. هذه المدة تنتهي في أول الشهر، أول مارس، في شهر 3 كويس. إما يصل فيها لي يعني اتفاق بحيث ما هي مجموعة السلع اللي بيتم استيرادها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وما هي مجموعة السلع بيتم استيرادها من قبل الصين، إلكترونيات وسيارات أمريكية وهكذا. وبالتالي يصلوا إلى سعر أو ريت معين، معدل معين للرسوم الجمركية معقول، يعني ما يكونش مبالغ فيه. طبعا أمريكا باعتبارها الدولة يعني زعيمة العالم كما يقال، بالذات بعد ترامب، يعني بترغب في فرض سيطرتها بأنها هي إيه، إما الصين تخفض صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال رفع قيمة العملة اليوان كويس، أو الولايات المتحدة الأمريكية تفرض رسوم جمركية باهظة حتى تحد من الواردات التي تأتي من الولايات المتحدة التي تأتي من الصين عشان إيه يتحسن من تحسن من العجز الموجود في الميزان التجاري، يعني يتحسن على الأقل تخفض بدل من 100 مليار دولار عجز تخفض 75 70 50. فمن هنا كونوا لجنة بدأت النهاردة الاثنين في بكين، وفي أحد المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترامب، وهو مستشار أو شخص عنيد جدا، وهو يعني قوي ضد بكين، ضد الصين. الحمد لله لم يكن في هذه اللجنة، يعني إيه، يعني ترامب لم يبعث بهذا المستشار الاقتصادي المتعند قوي. قد يكون هناك رغبة من قبل الولايات المتحدة في تهدئة في تهدئة الأوضاع والوصول إلى حل يرضي الطرفين في الوصول إلى معدلات رسوم جمركية على السلع التي تحتاجها أمريكا والسلع التي تحتاجها الصين، بحيث لا تضر الصين الولايات المتحدة الأمريكية، وبحيث أن العجز في الميزان التجاري ينخفض اللي هو لصالح الصين على حساب الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأت اللجنة النهاردة في المفاوضات. أنا بتوقع الوصول إلى حل، الوصول إلى حل محتدل، حل وسط يرضي الطرفين، يرضي الطرفين. لأن عدم الوصول إلى حل رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة العظمى في العالم اقتصاديا وسياسيا، نعم أن الصين دولة قوية جدا، ومعدل الناتج المحلي في الصين نعم هو تباطأ، كان وصل 12% 11% 9 الآن وصل 6.4 في يناير 2019 وصل 6.4 معدل النمو في الصين، يعني تباطأ، لكن الصين تبقى قوة اقتصادية كبيرة. كويس، الولايات المتحدة الأمريكية معدل النمو، آخر معدل نمو طبقا للإحصاءات الأمريكية كان 3 من 10. فأنا بتوقع هو الوصول إلى حل وسط بين الطرفين، للوصول إلى فرض رسوم جمركية معقولة على بعض السلع التي تحتاجها الولايات المتحدة الأمريكية التي ترغب في استيرادها، مش على حسب رغبة الصين، لأن الصين بالتأكيد هتغرق السوق الأمريكي نظرا لتخفيض تكلفة إنتاج المنتج الصيني، فهتزداد الواردات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أتوقع سوف يصلوا إلى حل طبعا تحسبا لما يحدث لولا لا قدر الله لم يصلوا إلى حل، وتصبح التداعيات مش بس على الدولتين العظمتين في العالم كاقتصاديين، لكن على اقتصاد دول أخرى أو مناطق طبعا أخرى. على الدول الكل. طب الولايات المتحدة الأمريكية دكتور، يعني كما أشرت حضرتك في البداية أنها لم تطبق ذلك على الصين فقط، ولكن على دول صديقة بالنسبة بالتأكيد. لها لماذا لم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في نوع من التكتل مثلا في مقابل الصين حتى في المفاوضات، بحيث أن يكون موقفها أقوى من ذلك؟ هل لأن هناك بالفعل خلافات مع هذه الدول رغم صداقاتها أم ماذا؟ الولايات المتحدة الأمريكية معروف من حلفائها الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي سواء سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا، لكن هناك في خلافات دول الاتحاد الأوروبي كويس لا توافق عليها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لما بتخش سياسيا أو اقتصاديا عندها أطماع، يعني عندها أطماع سياسية إن هي تحب تسيطر على المناطق التي
تخش عليها. نعم. دول الاتحاد الأوروبي لا مش كده، يعني فرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها وباقي الدول لا يعني ايه بيشوفوا لا ده في الدول دي ممكن تكون صديقة في يوم الآن ممكن نحتاج إليها. الولايات المتحدة لا، غير دول الاتحاد الأوروبي كويس. ف يعني اتوقعش ان دول الاتحاد الأوروبي تخش في تحالف مع الولايات المتحدة ضد الصين. نعم. خاصة ان الصين بتستثمر في كل دول العالم. نعم. ليست لديها الرغبة الانتقامية او الرغبة السياسية كما هي في الولايات المتحدة الأمريكية. الصين نعم. بتروح كل دول العالم وبتستثمر الآن كما هو الآن في أفريقيا، لكن استثمار بدون شروط، يعني استثمار مش مشروط. يعني انا مش استثمر عندك لازم ان اقول لك لا، لو سمحت في عندك حقوق انسان، لو سمحت في عندك حقوق المرأة، لو سمحت عندك في مثلا ميليشيات. نعم. لازم بطريقة مختلفة عن استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية. أيوة. لذلك دائما الرئيس شي جي بين يقول أنه الاستثمارات الصينية تقوم على اعتماد على مبدأ هو الكسب المشترك أو المنفعة المشتركة، المصالح المشتركة بين الجانبين. ودائما الاستثمارات الصينية بتكون في البنية التحتية، في يعني في المياه، في الصرف الصحي، في السكك الحديدية، في الكهرباء، في الطاقة كويس. عكس الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية لها رغبة دائما. نعم. عاملة زي شرط المنطقة كويس. نعم. لها لابد تحب السيطرة وتيجي عندك، ولو ادتك قرش لازم يكون مقابله استفادة سياسية. نعم. وعسكرية كبيرة جدا. نعم. فأنا فلهذا السبب الولايات المتحدة الأمريكية ما أعتقدش أعتقد أن تحالف مع الاتحاد الأوروبي ضد الصين بالذات. ضد الصين، لأن الصين دولة ولا مش شريرة، هناك مصالح كبيرة بين البلدين، بين الجانبين. بتلجأ إليها دول الاتحاد الأوروبي مع الصين. نعم. يعني بتلجأ إليها في أي منظمة دولية كويس، مثلا في يلتقوا في إفريقيا، يلتقوا في آسيا، في يعني طيب موقف الصين. نعم. كويس من الحرب الكورية كويس. نعم. موقف الصين يعني التقارب اللي حصل دلوقتي. نعم. بين الصين وبين كوريا الشمالية بجهود الصين على فكرة، الولايات المتحدة الأمريكية تقصد والكوريا الشمالية. يعني دلوقتي مش في تقارب بين الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وكوريا الشمالية. وبين كوريا الشمالية. نعم. كان بضغط أو بجهود من الصين على. نعم. كوريا الشمالية. نعم. حتى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية شكروا الصين بعد التقارب اللي حصل بين كوريا الشمالية. نعم. واللقاء زي ما تفضل البرنامج. نعم. لقاء بين رئيس كوريا الشمالية مع ترامب. نعم. فالصين دائما على فكرة التعامل معها تعامل مصالح مشتركة. نعم. مش أنا أو يعني ما تحبش أن هي تكون هي المسيطرة كما هو في الولايات المتحدة الأمريكية. أو مسيطرة سياسيا وعسكريا وقرارات صادمة كما بيتخذه ترامب. إذا كان ترامب يتخذ. نعم. قرار مع جيرانه. نعم. يعني عايز يعمل زي ما انت شفت الجدار اللي عايز يعمله مع المكسيك ودولة جارة لي. في اتفاقية النفتة بين. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. نعم. من وقت ما تولى ترامب وعايز يعني يفك هذه الاتفاقية، اتفاقية النفتة. نعم. بين الدول، وهي اتفاقية تجارة حرة. نعم. بين الدول الثلاثة. نعم. طيب تنضم إلينا الآن عبر الهاتف دكتورة نادية حلمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بني سويف. دكتورة نادية أهلا بك. أهلا بك يا فندم. هذه العلاقات التجارية والاقتصادية دائما عندما تنشب خلافات من المتوقع أو من المفترض أن تلجأ الدول المختلفة إلى منظمات عالمية. هناك منظمة التجارة العالمية وغيرها، لماذا لا تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية مثلا إلى مثل هذه المنظمات بدلا من اللجوء إلى إجراءات أحادية كفرض رسوم جمركية على الصين؟ يعني اعتقد ان هناك مصالح مشتركه او يعني ميول تصادميه لاداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب. في بدايه فتره حكمه اظهر ميول تصادميه بالنسبه لقضايا التجاره الدوليه في اول عامين له في البيت الابيض، وكانت نظره احاديه له لتغيير تلك السياسه مع يعني مع حكومه بكين لسنوات طويله. ولكن يعني اداره دونالد ترامب الحقيقه في الوقت الحالي بدات تتراجع عن تلك السياسه، خاصة يعني بعدما بدأت ضغوط رجال الأعمال الأمريكان على إدارة دونالد ترامب ونتيجة لإحداث أو إثارة بعض الاضطرابات في نظام التجارة العالمية القائم، وبالتالي فإن إدارة ترامب بدأت تتراجع عن هذه السياسات. مثلا إدارة دونالد ترامب بدأت في التفاوض مع المكسيك وكندا، وتم التوصل إلى اتفاق تجاري جديد بدلا عن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية النفطة. ودونالد ترامب وافق على الدخول
الدخول في مفاوضات تجارية مع اليابان والاتحاد الأوروبي، وحدثت في الفترة الأخيرة وتحديدا 7 و8 يناير الماضي كانت هناك مفاوضات تمت مع حكومة بكين بشأن هدنة 90 يوم. ويعني ما أود أن أقوله هو أن هناك رغبة أمريكية شديدة في التفاوض وفي المقاومة الشرسة لهيمنة وطموح بكين. ومن هنا فإن كان سعي إدارة دونالد ترامب لفرض قيود على الشركات التي بها نسبة مساهمة صينية أكثر من 25% التي تسعى للاستثمار أو حتى شراء تكنولوجيا أمريكية متقدمة في مجالات متحددة خاصة متعلقة بالأمن القومي. ولكن في الفترة الحالية وأنا كما ذكرت منذ قليل 7 و8 يناير الماضي عقدت حكومة بكين والولايات المتحدة الأمريكية مباحثات تجارية غاية في الأهمية في بكين لإنهاء النزاع الذي قد يلحق ضرر، وهو بالفعل قد ألحق ضرر بالاقتصاد في البلدين. والصين الحقيقة بتسعى إلى تهدئة الحرب التجارية بينهما، خاصة أن معدلات النمو العالمية هبطت أو انخفضت من 3.7% ل 3.5%، ومن هنا كان لابد من إحداث تفاوض. دكتورة نادية، دكتورة نادية، يعني الوفد التفاوض هذه المرة لم يشر المسؤولون الأمريكيون إلى أنه يضم سيد بيتر نافارو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض الأمريكي والمعروف بأنه من الصقور والمضاد مناهض للصين. هل يؤشر ذلك إلى نية من جانب واشنطن لإنجاح المفاوضات، خاصة أن نافارو كان قد صرح لمجلة أو صحيفة يابانية هي نيكي في شهر ديسمبر الماضي بأن الصين تحاول بين قوسين سرقة الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والدول الأوروبية باتباعها هذه السياسات؟ بماذا تفسرين غياب نافارو عن الوفد؟ يعني أنا أختلف معك لأني لا أريد الإدارة الأمريكية أو التفاوض الأمريكي لا يقف على شخص رجل واحد، بل إنها يعني إدارة فكر ومؤسسة. ولكن دعني أشرح لك بعض السيناريوهات المتوقعة في التفاوض في الفترة المقبلة مع حكومة بكين والتي تسعى من خلالها حكومة واشنطن للحصول على أكبر قدر من المكاسب الممكنة. هناك 5 سيناريوهات متوقعة على سبيل التحديد من أجل يعني كيف تحصل. لكن فيما يتعلق بتشكيل الوفد دكتورة نادية، هذا ليس رأيي أنا، يعني أحاول أن أنقل ما يتوقعه المراقبون. هم يقولون البعض أنه غياب نافارو المعروف بتشدده تجاه الصين عن الوفد الأمريكي في المفاوضات يؤشر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تريد أن تعكس حسن النوايا تجاه الصين وأنها عازمة على التوصل إلى حل وسط وليس التشدد كما كان سابقا. هل هذه الرؤية صحيحة؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية تسعى في الفترة المقبلة لزيادة يعني لوضع قيود قاسية من خلال رفع الرسوم على بعض المنتجات الصينية ذات التكنولوجيا العالية من الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن تخطيط أمريكا أو واشنطن لإجبار الصين على تحرير أسواقها المالية التي تسمح بحرية دخول وخروج الأموال الأمريكية من خلال تقليل الضوابط، فضلا عن هدف أمريكا الأكبر هو إعادة هيكلة العلاقات بين أمريكا والصين لكبح جماح صعود النجم الصيني. ومن هنا فأنا يعني أعتقد أن يعني حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الضعف الاقتصادي الحالي للصين قد يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تجني بعض الفوائد في محادثات التجارة مع العملاق الآسيوي. ومن هنا فإن هناك ضغوط تجارية معينة تمارسها حكومة واشنطن على الصين، خاصة يعني أن دونالد ترامب حتى قال أن أداء الصين ليس جيدا الآن وهو ما يضعنا في موقف قوي جدا، أو قال أننا أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق مع الصين. وعلى الجانب الآخر بتجد أن هناك يعني ترحيب كبير من حكومة يعني من حكومة بكين بشأن رفع مستوى العلاقات الاقتصادية أو محاولة إنعاش مستوى التفاوض مع يعني مع الإدارة الأمريكية. ومن هنا بتجد طيب. حتى وضحت هذه النقطة، أرجو أن تبقي معنا دكتورة نادية، ربما أعود إلى حضرتك معي في الاستوديو. دكتور فؤاد محمد عيسى الوكيل الأول لوزارة التجارة والصناعة
السابق والخبير الاقتصادي دكتور فؤاد، هل تتفق مع هذا مع هذه النظرة التي أشارت إليها الدكتورة نادية، خاصة وأن الاقتصاد الأمريكي كما يقولون ليس في أحسن أوضاعه، ونمو الاقتصادي الصيني أيضا تراجع؟ هو كل من الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأمريكي تباطأ، ونتيجة لذلك الاقتصاد العالمي تباطأ، زي ما تفضلت الدكتورة فعلا الاقتصاد العالمي تباطأ، وفي نفس الوقت الاقتصاد الأمريكي تباطأ والاقتصاد الصيني تباطأ من 6.4 معدل النمو إلى من كان 9 وشوية إلى 6.4، ففي الدولتين الاقتصاد كل منهم تباطأ. طبعا الدكتورة بتقول بتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تضغط أو تفرض قيود على الصين او الواردات من الصين. طبعا ده معروف في الولايات المتحده الامريكيه، مش بس من النهارده، دائما قلنا الولايات المتحده الامريكيه لما تخش في تفاوض مع اي دوله تريد ان تاخذ السيطره والتفوق دائما. لكن اقول تبقى الصين بمنتجاتها المنخفضه التكلفه هي العملاق الصيني، رغم قوه الاقتصاد الامريكي، لا يهان بقوه الاقتصاد الامريكي، لكن الصين لما لها من عماله ضخمه كويس، والمواد الخام عندها برضه منخفضة التكلفة، ومنتجاتها كتيرة جدا، ومش بس بتصدر لأمريكا، أمريكا بتصدر، الصين بتصدر لكل دول العالم. فالفائض التجاري للصين مع كل دول العالم فائض، يعني في زيادة كتيرة في الصادرات عن الواردات. لكن أنا بتوقع في هذه المفاوضات الحالية الجارية، كما ترامب قال سوف نصل إلى هدنة، أنا بتوقع أن الدولتين عندهم الرغبة في الوصول الى حل مشكله الرسوم الجمركيه او ما تسمى بالحرب التجاريه بين الدولتين، لان الاقتصاد الامريكي والاقتصاد الصيني اذا لم يتوصلوا الى حل ممكن الاثنين يتاثروا رغم التباطؤ اللي حصل الان، والانعكاس على الاقتصاد العالمي والدول التي تتعامل معهم، سواء دول اقليميه، دول جاره، أو دول إقليمية، أو دول منطقة الشرق الأوسط كلها. يصل التأثير أيضا إلى بس تأثير شخص. نسبي. يعني حسب قوة كل دولة وعلاقتها التجارية مع الصين ومع أمريكا. فيبقى التأثير السلبي أو الإيجابي هيبقى تأثير نسبي بحجم التجارة لكل دولة مع هاتين الدولتين الاقتصاديتين العملاقيتين. حضرتك أشرت قبل ذلك أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تفرق بين الصديق والخصم طبعا فيما يتعلق بالعلاقات التجارية. هل يغري ذلك الصين مثلا بالتشدد في موقفها تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث أنها تعرف أيضا أنه حتى أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية غير راضين عن الممارسات التجارية أو السياسة الاقتصادية؟ لا، الصين على فكرة الصين لو ما فيش الولايات المتحدة الأمريكية لديها الكثير من دول العالم اللي اللي هيرغب في الاستيراد من الصين يعني. لكن هي بتقول بلاش يكون هناك حرب، بلاش يعني ما تخسرش الولايات المتحدة، يعني الصين لا ترغب ان هي تخسر الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب التجارية. وعلى فكرة كل من الدولتين أعضاء في، أشرت إلى منظمة التجارة العالمية، كل من الدولتين أعضاء في منظمة التجارة العالمية، وكل منهم ملتزم باتفاقية World Trade Organization، منظمة التجارة العالمية، ومقدم طبعا مجموعة من الرسوم الجمركية عن في خطوط معينة متفقين عليها. لكن السيادة الدولية دايما أو الاعتبار بتاع الدولة ليه تأثير، يتجاوز القوانين، يتجاوز القوانين ويتجاوز التجارة الحرة ويتجاوز كل شيء. يعني هنا واشنطن لا تقبل بتحكيم مثلا القوانين الدولية، لما منظمة التجارة العالمية عندها آلية فض المنازعات. طب ما ممكن تلجأ إليها الصين، ممكن كان لجأت إليها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن كالعادة الولايات المتحدة الأمريكية دايما لا يهمها التوقيع على أي اتفاقية، يعني بتضرب بعرض الحائط أي اتفاق تم، لكن لها هي دايما رغبتها السيطرة وفرض قيود على من الطرف الآخر اللي هي بتتعامل معاه. لكن في هذه المفاوضات أتوقع أن كل من الدولتين عنده الرغبة في الوصول إلى حل إن شاء الله قبل 1 مارس، اللي هو الفترة التي سوف تنتهي في 1 مارس، الوصول إلى حل يرضى الطرفين في فرض رسوم جمركية معينة غير مبالغ فيها، وعلى مجموعات معينة من السلع تهم كل من الدولتين. يكون في حاجة إلى هذه السلعة، وإلا ما فيش داعي لاستيرادها. ما هو لو كانت السلعة منتجة محليا ما فيش داعي لاستيرادها، لأن الاستيراد دائما بيبقى يعني في الغالب دائما. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات السابقة يعني حثت الصين على استيراد مثلا المنتجات الزراعية.
طبعا والصين تنتج منتجات زراعيه بالتاكيد. يعني كيف يمكن ان يلتقيا في المقصد؟ هو امريكا كمان امريكا بتقول لك ان الصين بتسرق منين التكنولوجيا بتاعتنا. نعم. يعني المنتجات التكنولوجيه معروف ان يقول بالضبط الصين تسرق مستقبلنا، تسرق مستقبلنا ومستقبل اليابان ومستقبل اوروبا. هذا كلام نظار. هو المعروف ان الولايات المتحده الامريكيه واليابان متقدمين تكنولوجيا في كل الالكترونيات والمنتجات الالكترونيه، دايما متقدمه الولايات المتحده. نعم. واليابان على الصين بالتاكيد، لكن الصين عندها الكفاءه ان هي تنتج كل شيء، ولديها القدره، وعندها الشعب اللي هو الشعب المجتهد الجاد في العمل 24 ساعه. نعم. يستطيع ان يعوض المنتجات التكنولوجيا. نعم. فيها. طيب دكتوره ناديه، فيما اذا حدث ان اخفق الطرفان ومضت فتره الهدنه المحددة بتسعين يوما، ما هي السيناريوهات المحتملة بعد؟ يعني أعتقد أن السيناريوهات يعني المحتملة تتمثل في كيف تتجاوب حكومة بكين مع المطالب الأمريكية، يعني التي قد تبدو لأول وهلة منطقية من الناحية الاقتصادية في بعض الحالات، مثل فتح الاقتصاد الصيني أمام المزيد من المنافسة الخارجية، في نفس الوقت مع التخوف أو النفور الصيني التقليدي من فكرة الرضوخ لضغوط القوى الغربية. ويمكن الشيء المهم جدا والذي أود أن يعني أن أشير إليه هو أن يعني هو أن شي جين بين يحاول أن يعيد إحياء يعيد إحياء أفكار نظيري شي جين بين بشأن سياسة الإصلاح والانفتاح على الخارج، وبالتالي فإن يعني هناك رغبة من الرئيس الصيني شي جين بين لإطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية، وبالتالي فإنه يسعى للاستجابة الهادئة، وهو التعبير الذي يستخدمه الآن عدد من المحللين والخبراء الاقتصاديين، الاستجابة الهادئة للكثير من المطالب الأمريكية. وبالتالي يعني أنا لا أعتقد أن هناك سوف تحدث تنازلات ملموسة من جانب شي جين بين بالنسبة للمطالب الأمريكية. ويمكن بالنسبة لمدة 90 يوم اللي هي مدة التفاوض، أنا بعتبرها أن هي غير كافية، مدة التفاوض غير كافية نتيجة لوجود عدد من المشكلات الهيكلية. يعني ربما نتفق على مد هذه المهلة مثلا؟ نعم بالفعل، لأنه لا يمكن حل المعضلات أو العلاقات التجارية الأمريكية الصينية، لا يمكن حلها في مثل تلك الفترة قصيرة 90 يوم، خاصة وأن الصين لديها بعض السياسات سابقة التجهيز، ويمكن الصين في الفترة الحالية تسعى لي يعني تقديم أو عمل العديد من الإصلاحات في السياق المحلي والداخلي. وبالتالي فأنا لا أعتقد أن مدة 90 يوم يعني كافية لحل القضايا الاقتصادية والملفات الاقتصادية ولحل موضوع الرسوم الجمركية المشتركة بين الحكومة الأمريكية والحكومة الأمريكية. ويعني أنا كما ذكرت منذ قليل هناك قرار مهم جدا للرئيس الصيني شي جين بين بتغيير العقيدة الصناعية والاقتصادية للصين لكي تتخلص من تبعيتها للغرب أو تبعيتها التكنولوجية للغرب. نعم. وتصبح إحدى أهم الدول الكبرى في مجال التكنولوجيا. نعم. وهذا شي جين بين في الوقت الحالي صنع في الصين لعام. نعم وضحت، وهذه يعني تنعكس في تصريحات الرئيس الصيني بالفعل. أشكرك شكرا جزيلا دكتورة نادية، أستاذ الاقتصاد في أستاذ العلوم السياسية عفوا في جامعة بني سويف، دكتورة نادية حلمي شكرا لك. أعود مرة أخرى إلى ضيفي في الاستوديو دكتور فؤاد محمد عيسى. إذن لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة، وربما التوترات أيضا أو محاولات فرض النفوذ فيما يتعلق بقضية كوريا الشمالية أو حتى بحر الصين الجنوبي والمناوشات التي تحدث بين الحين والآخر، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على هذا الجانب في حالة لا نقول فشلا ولكن ربما عدم التوصل إلى اتفاق مرضي للطرفين في خلال الهدنة؟ أنا بشوف طبعا الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، ولكن من وجهة نظر أنا الاقتصاد أقوى، لأن الدولة الأقوى اقتصاديا تستطيع أن تؤثر على أي دولة أخرى وتحاول تأخذها في جانبها. نعم. كويس. فبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ما زلت برضه أقول إن هي اقتصاد قوي وذات قوة اقتصادية وقوة سياسية
قوية وعسكرية في نفس الوقت على مستوى العالم الكل. كويس. فأنا بتوقع يعني أن برضه هيصل الحل. يعني أنا مش متشائم أن هم لا يصلوا، سوف يصلوا إلى حل سواء خلال هذه المهلة أو مد المهلة لفترة أخرى، سوف يصلوا إلى إيه حل. لو شفنا بصينا شفنا النزاع الكوري مع أمريكا، شوف من كام، من الستينيات. كويس. والآن لغاية ما إيه وصل إيه لفترة الرئيس ترامب، وتم لقاء سابق والآن في لقاء قادم. يعني أمريكا بطبيعتها ورغبتها في السيطرة على العالم أو إظهارها بمظهر الدولة القوية لا تترك أي موضوع إلا ولازم تصل في نهايته، وتصل في نهايته إيه وعلى أساس أن هي المسيطرة أو هي ما زالت مستمرة على قواتها. لقواتها. فبالتالي فهي الآن بتتفاوض اقتصاديا مع الصين. كويس. أنا سوف تصل إلى حل وبقوتها السياسية. كويس. خاصة الآن في الضغط مع كوريا الشمالية، وهو ترامب يقول لك سوف أوقع اتفاق مع كوريا الشمالية وسوف تعيد العلاقات الاقتصادية مع كوريا الشمالية. أنا شايف أنه سوف تصل إلى برضه إلى إنهاء الحرب التجارية مع الصين، وسوف تصل إلى اتفاق مع الدولة. نعم. التأثير في حالة الفشل وتداعيات ذلك على المواطن البسيط هل يؤدي إلى رفع أسعار مثلا شح في السلع والمنتجات؟ هي دائما على فكرة أي قرار اقتصادي التأثير النهائي له على المستهلك. المستهلك ده أين وجوده؟ إذا كان مستهلك موجود في دولة تعتمد في استهلاكها، يعني في يعني فيما تنفقه من سلع وخدمات، هذه الدولة بتعتمد بشكل كبير على الخارج، سوف تتأثر تأثير كبير. أما لو المستهلك البسيط أو المواطن البسيط في دولة، هذه الدولة تنتج وتصنع وتنتج خدمة، كويس، واعتماد بسيط جدا على الخارج، فهيبقى تأثير المواطن بما يدور في العالم الخارجي أو الحرب التجارية تأثير ضعيف جدا. وهذا يعني إيه يعني ينبهنا كدول في منطقة الشرق الأوسط، وكمصر لابد من الإنتاج، لابد من الإنتاج، لابد من الصناعة، لابد أن ننتج ونعتمد على أنفسنا فيها حتى لا نتأثر بما يدور حولنا. فكلما كان إنتاجنا قوي سواء سلعة أو خدمة، كلما كنا أقوياء، كلما كان تأثيرنا لأي مشكلة سواء إقليمية أو عالمية سوف يكون تأثيرها ضعيف جدا جدا. كما حدث في الأزمة المالية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية والصين يتأثر المواطن إذا حدث بالفعل إذا كان المواطن البسيط هناك في الصين، المواطن البسيط في الدولتين بالتأكيد سوف يتأثر، لكن التأثير هيكون ضعيف إذا كانت الدولة هي اللي بتصدر أكتر. يعني بالنسبة للمواطن الصيني هيبقى التأثير عليه ضعيف جدا. مش هيكون عليه تأثير لأنه هو اللي بيصدر، لأنه هو اللي عنده فائض في الميزان التجاري لدى الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن المواطن الأمريكي بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية على فكرة فيها ناس كتير، خاصة ساعة العمل عندها غالية جدا، ساعة العمل في أمريكا. والمواطن الأمريكي لو لما بيشتغل مش يلقى على فكرة، يعني كل الناس اللي بتسافر أمريكا بتشتغل من الساعة 7 للساعة 7. يعني أمريكا مش بالناس المتصورة ان فيها رفاهيه، لا بالعكس. بالعكس، انت عشان تروح الصين تروح الولايات المتحده او تهاجر اليها لابد ان تعمل ليل نهار. ما فيش حاجه اسمها رفاهيه ولا اسمها زي ما احنا بنقول الناحيه الاجتماعيه والحياه الاجتماعيه، لا مش موجوده في الولايات المتحده الامريكيه. فالمواطن الامريكي بيتاثر بهذه الحروب التجاريه او الاقتصاديه اذا لم يكون فيها هو الفائز. شكرا جزيلا دكتور فؤاد محمد عيسى، الخبير الاقتصادي والوكيل الأول السابق لوزارة التجارة والصناعة. شكرا لك. كما أشكر الدكتورة نادية حلمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بني سويف، كانت معنا عبر الهاتف. إلى اللقاء في الأسبوع القادم.